على ضوء اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقال. هل الاتفاق ينهي فعلا الانقلاب ويعيد الشرعية إلى صدارة المشهد في عدن؟ ما هي ضمانات تنفيذ الاتفاق وماذا عن جرائم الانتقال والإمارات؟ أهلا بكم. جرى اليوم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. الاتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءة سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، على أن يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو المؤشر الأبرز والأقرب على نجاح الاتفاق. عودة أخرى إلى الرياض بعد 8 سنوات من الجولة الأولى بعد تأجيلات عديدة، تم التوقيع النهائي على ما أسمي باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. يؤسس الاتفاق بحسب مراقبين لمرحلة جديدة إذا ما نجح في تسوية الخلافات وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا أنه يتضمن تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت السلطة وزارتي الداخلية والدفاع. منذ 4 سنوات خلت، منعت الإمارات وأدواتها في عدن الرئيس هادي وحكومته من مزاولة مهامهم من العاصمة المؤقتة، وبقيت عدن خلالها بؤرة للعنف والاغتيالات التي تشير الكثير من الدلائل إلى تورط أبو ظبي وجماعتها في تنفيذ معظم تلك العمليات التي استهدفت عدداً من قيادات المقاومة الشعبية والسياسيين والشخصيات الاجتماعية. تشير النسخة المنشورة من الاتفاق إلى تضمنه ملحقاً سياسياً واقتصادياً يتعلق بتشكيل الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، وملحقاً عسكرياً يتضمن آليات دمج الوحدات العسكرية، فيما يتضمن الملحق الثالث الترتيبات الأمنية. الاتفاق الذي وقعه من جانب الشرعية نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي والقيادي في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي يراه مراقبون مجرد اتفاق فني يكاد يبدو منفصلا تماما عن كل الشعارات التي رفعت خلال الفترة الماضية، ولا يحقق مكسبا لأي من الأطراف التي تقاتلت فيما بينها بقدر ما يضع كل شيء بيد السعودية. وهكذا تبدو الرياض هي الرابح دوما من كل ما يحدث في الساحة اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي هنا في الاستوديو، وكذلك سيكون معنا الأستاذ صلاح السقلدي الصحفي عبر الأقمار الصناعية من عدن. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفك الكرام. أهلا بك. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، واسمح لي أن نبدأ الحوار مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، كيف تابعت اليوم مراسم اتفاق الرياض؟ هل أنت متفائل بهذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لست متفائلا من هذا الاتفاق، لأن لنا تجربة مع اتفاقات مماثلة. المسألة هي تستدعي حسن نية أو حسن نوايا من الراعي، وهي المملكة العربية السعودية. حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال لا يمكن الحكم إذا كان هذا الاتفاق سينجح أم لا، لكن هذا الاتفاق طبعا جاء في الوقت الذي ما كنا بحاجة إليه. هذا الاتفاق جاء بديلا عن الالتزامات الموضوعية والقانونية التي كان ينبغي أن يوفيها هذا التحالف تجاه الشرعية، بحكم أنه تدخل عسكريا واستحوذ على كل مقدرات الدولة اليمنية. وأيضا عمل هذا التحالف طيلة الفترة الماضية على إضعاف هذه السلطة الشرعية، وأوجد هذه التشكيلات العسكرية التي شكلت خطرا وجوديا على السلطة الشرعية، ثم نفذت انقلابا مدعوما من الإمارات ومن
وبتغطية سعودية واضحة، إلى درجة أن السلطة الشرعية باتت يعني منفية تماما من الأراضي اليمنية، وبات جيشها هدفا لطائرات التحالف. بطبيعة الحال كان يمكن أن يتحقق أشياء كثيرة ليس عبر هذا الاتفاق، وإنما عبر التزامات مباشرة تقوم بها المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف، وتقوم بها الإمارات باعتبارها جاءت لدعم السلطة الشرعية. الذي حدث هو أن التحالف عمل على تصعيب الموقف أمام السلطة الشرعية ودعم أعدائها، وأوجد سلطة موازية في المحافظة الجنوبية، ثم دفعها إلى الانقلاب. واليوم يراد لهذا الاتفاق أن يثبت مكاسب الانقلابيين ويدمجهم في كيان الدولة اليمنية، ليكون هذا الاتفاق بمثابة حصان طرواد الذي ينفذ منه الانقلابيون الجدد إلى جسم الدولة اليمنية، دون ما ضمانات ما إذا كانوا سيقومون بواجباتهم في إطار هذه الدولة ويعترفون بهذه الدولة اليمنية الموحدة الاتحادية، ويعملون في ظلها ويخلصون في العمل لأجلها ولأجل استكمال استحقاقات مهمة، من أهمها بطبيعة الحال مواجهة الانقلاب الأول وهو انقلاب الحوثيين. لكن ما يثير الشكوك هو أن توقيع اتفاق الرياض يراد له أن يكون إنجازا سياسيا مهما للتحالف الذي ينسحب عسكريا من الساحل اليمنية، والانسحاب العسكري يعني أنه لا مجال لمواجهة الحوثيين خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي لا مجال لإنهاء الانقلاب الذي يشكل خطرا وجوديا للدولة اليمنية. وهذا يعني أن ربما التحالف حسم أمره فيما يتعلق بهندسة الجغرافية اليمنية خلال المرحلة المقبلة، بمعنى أنه يمكن عقد صفقة مع الحوثيين خلال المرحلة المقبلة وضمان بقاء الأجزاء التي توصف بأنها محررة تحت سيطرة كاملة ووصايا كاملة من جانب التحالف يوفرها هذا الاتفاق، وهذه الوصايا لن تقود اليمن إلى المزيد من التماسك والوحدة، بل ستسمح للتحالف بإنفاذ أهدافه وأولوياته الجيوسياسية في هذه المنطقة، ومنها الاستحواذ على مقدراته ومزاياه الجيوسياسية. هذا ما هذه المخاوف طبعا تحضر دائما لدى المراقب وهو ينظر إلى هذا الاتفاق وهذا التفاؤل الكبير الذي تحاول الرياض تسويقه حيال هذا الاتفاق. لكن إذا افترضنا أن الرياض أظهرت هذه المرة نوايا حسنة وأدركت أنها هي المسؤولة الأول والأخير عن مجريات الأحداث في المحافظة الجنوبية، كونها الآن تتولى المسؤولية الأمنية والعسكرية هناك، وقامت بتنفيذ هذا الاتفاق بكل إخلاص ومسؤولية، فأعتقد أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يقود إلى مرحلة تالية. سيكون الحكم على نجاحها بمدى تهيئة أو استعداد السلطة الشرعية بدعم التحالف للقيام بالخطوة التالية وهي مواجهة الحوثيين. فهل هذا سيحدث؟ هذا ما ننتظره. نعم، إذن أستاذ صلاح يجد الأستاذ ياسين التميمي أو غير متفائل من هذا الاتفاق، كيف تنظر إليه أنت؟ نعم، الأخ ياسين هو نظر لها من الزاوية التي تهم السلطة الشرعية وبالأحرى ما يهم حزب الإصلاح، لكن فيما يتعلق بالشأن الجنوبي وبالمجلس الانتقالي فأنا أرى في هذا الاتفاق بأنه ولادة علنية للممثل السياسي لطالما افتقدها الجنوب وممثل القضية الجنوبية على المستوى الإقليمي فضلا عن الساحة الداخلية. فبصرف النظر عما ورد في هذا البنود وعما ما اذا كان هناك سيتم التقيد بها ستنفذ هذه البنود، لكن بشكل عام واجمالا فما حصل اليوم هو عباره عن اعتراف اقليمي، اعتراف دولي، اعتراف محلي بان القضيه الجنوبيه هي قضيه اساسيه، بل هي اس الازمه اليمنيه، وبالتالي تجاوزها وتخطيها اصبح امر صعب. وكم اتمنى على الاخوه في السلطه في الشرعيه في أصواتها في وسائل إعلامها في كل منابرها بأن تدرك هذه الحقيقة وتتعلم من التجاهلات التي تجاهلت القضية الجنوبية منذ عام 1994 وحتى اليوم. كثير من المراحل مرت بها القضية الجنوبية وتم تجاهلها، وكان تعتبر أنها عبارة عن قضية مطلبية، عبارة عن قضية مجموعة من المحتجين، عبارة عن مجموعة من المتقاعدين الذين فقدوا وظائفهم ورتبهم ومرتباتهم، لكن بالأساس هي قضية وطنية، قضية سياسية مولودة من رحم فشل المشروع الوحدوي بين دولتين. وبالتالي ما يتم اليوم هو مرحلة، وإن كانت مرحلة مهمة ومرحلة حساسة، إلا أنها بالتأكيد مثلت للجنوب ومثلت للقضية الجنوبية مرحلة أستطيع أن أقول بثقة بأن انتصار لا بأس فيه حققه. لكن البعض يرى أنه تم قتل هذا المشروع في هذه المرحلة العصيبة والحساسة.
نعم البعض يرى أنه تم قتل هذا المشروع بقبول الانتقال لبعض الوزارات، وكأن القضية الجنوبية هي كانت فقط الحصول على وزارات في الحكومة، مع العلم بأن يعني الحكومة السابقة كان هناك العديد من وزراء الجنوب. الفرق ما بين قبول المجلس الانتقالي بالوزراء في هذا الاتفاق وما قبل فيه بعد الحرب مباشرة هو أن المشاركة اليوم هي تتم بصفة جنوبية بحتة، عكس ما تم فيها بعد الحرب، هي كان الوزراء والمحافظين وكل القيادات التي شاركت في تلك السلطة عبارة عن جزء من السلطة اليمنية، بعكس ما هو موجود اليوم. ما هو موجود اليوم هم بصفتهم ممثلين على الجنوب وبصفتهم ممثلين على المجلس الانتقالي، هذا فرق كبير إذا نظرنا بإنصاف للحالتين. أما أن نقول بأن المسألة هي عبارة عن الظفر بمجموعة من الحقائب الوزارية فهذا غير صحيح، لأن أساسا المسألة السياسية والتسوية السياسية لم ترد في هذا الاتفاق على الإطلاق، لم ترد ذكر المرجعيات الثلاثة التي لطالما فرضتها أو حاولت تفرضها الشرعية على المجلس الانتقالي، لم يرد أي مشروع سياسي على الإطلاق، بل أن هناك في بند من البنود هذا اعتبر أن المجلس الانتقالي سيكون حاضرا في أي تسوية سياسية قادمة. وبالأخير تركت المسألة السياسية والتسوية السياسية النهائية إلى أي حوارات وأي مفاوضات مع الطرف الآخر، مع الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام. وبالأخير أستطيع أن أقول بأن لا توجد هناك أي التزامات ولا أي قيود فرضت على الطرف الجنوبي في هذا الاتفاق أبدا، فمعظم البنود هي كانت عبارة عن هواجس أمنية، إجراءات اقتصادية، إعادة ترتيب وتفعيل المؤسسات التي شهدت شلل تام في المرحلة السابقة. نعم، إذا دعني أخذ رأي الأستاذ ياسين في هذه المسألة. أستاذ ياسين، يعني هل فعلا الاتفاق أو الحصول على حقائب وزارية يختلف فعليا في هذا الاتفاق بكون الانتقالي مكون بحد ذاته استطاع الحصول على حقائب وزارية، اعتراف العالم به، مشاركته أيضا مع أي اتفاقات قادمة مع الحوثي بصفته الحالية؟ طبعا الحراك الجنوبي في أكثر صياغه تطرفا كان دائما يخضع للأجندات الإقليمية، وعندما جزء من هذا الحراك نأى بنفسه عن مؤتمر الحوار الوطني كان يخضع أيضا للأجندة الإقليمية. اليوم عندما ظهر فجأة المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن يعبر بشكل دقيق عن المكونات الحراكية بشكل عام، بدليل أن ظهور الانتقالي أوجد على الفور انقسامات حقيقية وجوهرية داخل صفوف الحراك الجنوبي، وبات هو المقاول الأكثر حظا لدى التحالف، لأن الإمارات وضعت بين يدي هذا الانتقالي معظم الإمكانيات العسكرية والسياسية والمالية، وبهدف تنصيبه ممثلا وحيدا للقضية الجنوبية. هذا طبعا ترك أثره بشكل مباشر على وحدة المكونات الجنوبية، ولهذا جاء هذا الاتفاق ليعيد تنصيب الانتقالي كجزء من المكونات الحراكية. فمثل ما سيحصل الانتقالي على نصيب في الحقائب الوزارية ستحصل بقية المكونات، وسيحصل أيضا الجنوبيون الذين ينتمون لأحزاب تقليدية مثل المؤتمر الشعبي العام والناصري والإصلاح والاشتراكي إلى آخره، سيحصلون على مقاعد باعتبارهم ينتمون إلى هذه الأحزاب وباعتبارهم جنوبيون. فأنا أعتقد أنه المجلس الانتقالي لم يحدث الاختراق السياسي الذي كان ينتظره، بالعكس هو أخفق سياسيا، أهدافه سقطت، الأهداف العليا التي كان يضعها أمام الناس سقطت تقريبا، وسقوطها أمر طبيعي لأن المجلس الانتقالي فقد ثقة الناس وبدأ يتبلور كمكون جهوي داخل البيئة الجنوبية نفسها، بدليل أن التطورات اللاحقة العسكرية التي شهدناها في أغسطس وما بعد أغسطس أثبتت أن المجلس الانتقالي يفتقد إلى العمق الجغرافي والاجتماعي داخل الجنوب، ولم يعد سوى هراوة مسلحة تسليحا جيدا من جانب الإمارات، وهذه الهراوة أيضا سقطت لأنها تهاوت بشكل سريع جدا أمام الجيش الوطني.
ولهذا أنا أستبعد المجلس الانتقالي من الحسابات. المجلس الانتقالي سيكون خطرا متى ما أرادت الرياض والإمارات له أن يكون خطرا، ومتى ما أرادت الإمارات والسعودية أن يكون هذا الاتفاق عبارة عن حصان طروادة لإيصال هؤلاء إلى الدولة من ثم استخدامهم في المرحلة اللاحقة. أنا أعتقد أن النوايا الحسنة التي نتوقعها ونتوخاها من الجانب السعودي الإماراتي غير متاحة الآن، ولن تكون متاحة في المستقبل، لأن السعودية لها موقف واضح من اليمن طيلة الفترة الماضية. شهدنا في الرياض وفي نفس القصر نفسه يعني حدثا أهم من هذا بكثير، وهو التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية، وهذا الاتفاق الذي كرس السعودية أحد المراجع المهمة في حل الأزمة اليمنية. لكن للأسف الشديد بعد توقيع هذا الاتفاق عملت الرياض على تقويض هذا الاتفاق، ودعمت علي عبد الله صالح واستدعت الحوثيين ودعمت انقلابا في صنعاء، إلى أن اكتشفت أنها سلمت صنعاء وسلمت اليمن وسلمت الدولة اليمنية لإيران، ثم تدخلت عسكريا فيما بعد. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يكون، وأتمنى أن أتطلع طبعا أن السعودية تغسل كل ذنوبها السابقة من خلال هذا الاتفاق، لكن لا أعتقد ذلك أنه سيحدث. أيضا لملاحظة وجود محمد بن زايد في هذا الاتفاق وتكريسه طرفا راعيا لهذا الاتفاق، أيضا فيه إهانة للدماء التي سالت وللضباط والجنود الذين قتلوا في 29 أغسطس وما قبل 29 أغسطس من قبل الطيران الإماراتي على مشارف عدن وفي محافظة أبين. هؤلاء كان ينبغي لمحمد بن زايد أن يعتذر، وكان لهذا الاتفاق وكان على هذا الاتفاق أن يشار في ديباجاته على الأقل إلى مظلمة هؤلاء، ويعتبره أحد الأخطاء الكارثية التي ارتكبت. لهذا أنا يعني أنا أتحفظ على وجود هذا الشخص في حفل التوقيع، لأن يديه ملطخة بدماء اليمنيين. نعم، سنتحدث عن الحكومة الشرعية وقبولها بهذا الأمر، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عادل. مساكم الله بالنور. أهلا بك أستاذ عادل، كيف تنظرون كمجلس انتقالي لهذا الاتفاق؟ بداية نحن نبارك لكل الحريصين والمخلصين على وقف الصراعات والمواجهات والمضي في طريق التنمية وخدمة الناس. كل الإخفاقات التي حصلت في الفترة السابقة وكل الاختلالات التي حصلت من جميع الأطراف في الفترة السابقة، كل ما كنا نحذر منه، اليوم بدأنا مرحلة جديدة في مجال العمل الإداري والعسكري في الفترة المقبلة نحو تضافر الجهود وتوحيدها ضد العدو المشترك لجميع الأطراف. نحن نحيي جهود المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان حفظه الله، وكذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجهود الأمير الشاب خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع الذي يشرف على الملف اليمني، وبذل جهود كبيرة جدا خلال حوار جدة ومن ثم الانتقال إلى الرياض وتوقيع هذا الاتفاق الذي في مجمله يعتبر إنجازا لكل من يحرص على أن يسير أو تسير الأوضاع بشكل إيجابي، وخصوصا الموضوع الإداري. أنا استمعت لجزء الأخير من مداخلة الأخ ياسين أو من حديث الأخ ياسين، وكأنه يتحدث بلسان الحريص على الحراك الجنوبي، أنه لو كان المجلس الانتقالي لا يمثل ولا يعبر عن تطلعات الجنوبيين لما وجدنا ياسين التميمي منزعج من المجلس الانتقالي طوال الفترة الماضية، واليوم والذي يظهر اليوم ويقر من اسطنبول ان المجلس الانتقالي لا يتحدث باسم او تطلعات الحراك الجنوبي. نحن اليوم بدأنا مرحلة سياسية مهمة او مرحلة إدارية مهمة. الجميع يعرف ان الاتفاق كان يرتبط مباشرة أو يتعلق مباشرة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الجنوبية بين القوات الجنوبية وكذلك القوات التي تتبع الحكومة الشرعية، بغض النظر من كان يدير هذه القوات ومن هو الطرف الذي نحن اختلفنا معه خلال الفترة الماضية، واختلفت معه كثير من التيارات
اليمنية. نحن اليوم على مفترق طرق، إن كان الجميع يريد أن يمضي بهذا الاتفاق ويستفيد منه وتسخر كل الإيجابيات وكل البنود التي وجدت أو يتكون منها هذا الاتفاق وتنفيذها على الأرض دون بعيدا عن المناكفات ومحاولة تسجيل الانتصارات. أنا أقول أيضا لكل أبناء الشعب في الجنوب خاصة أن الاتفاق هذا أول اتفاق يخرج باسم دول الخليج أو بإشراف خليجي، لا تذكر فيه الوحدة اليمنية ولا يذكر فيه أيضا استقلال الجنوب، هو اتفاق مرحلي ليس له علاقة بالمستقبل السياسي لليمن. الجميع يدرك أن هناك الجميع المجتمع الدولي ما قيمته أستاذ نعم أستاذ عادل، ما قيمته إن لم يكن له علاقة بالمستقبل السياسي لليمن؟ ما الحوار، أنا ذكرت أنا في بداية حديثي أن هذا الاتفاق يتعلق بإدارة المرحلة الحالية وإدارة من حيث خدمة الناس والتنمية وإدارة الحكومة وإنهاء الفساد الذي كان يستشري في كل وظائف الدولة وفي كل المرافق، وتوجيه الجهود العسكرية تجاه العدو الذي انقلب على السلطة في صنعاء ويهدد الجنوب ويهدد دول المنطقة ويهدد الشمال والجنوب ودول المنطقة. لا يتحدث عن المستقبل السياسي فعلا، وهذا ما تتحدث عنه البنود. من يقرأ هذا الاتفاق يدرك تماما أن ليس هناك إقرار بمستقبل سياسي يمني يتجه سواء إلى مخرجات حوار ولا إلى مطالب الجنوبيين باستعادة الدولة. نحن من جهتنا نعتبر هذا الاتفاق إنجاز لأنه سيوقف الصراع، نعتبره إنجاز لأننا نرجو أن يستفاد منه في تقديم الخدمات. إذن أستاذ عادل اسمح لي فقط يعني أسألك الصراعات. ما هي ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق؟ والسيد منصور صالح نائب رئيس المجلس الإعلامي الانتقالي يقول بأنه لن تعود الحكومة كلها إلى عدن، فقط سيعود رئيس الوزراء لصرف الرواتب حتى ننظر في أمر عودة الحكومة، ولن نسمح بذوبات القوات الجنوبية والدفاع، وسيكون هناك دمج ولكن تحت إشراف الانتقالي، وكأنه خروج على الاتفاق يعني قبل أن يجف حبره كما يقال. من كان ينتظر إنهاء دور الانتقالي بشكل كامل في المناطق المحررة يعني فعليه أن ينزعج وعليه أن يستمر في انزعاجه من الدور المقبل الذي سيقوم به المجلس الانتقالي في المناطق المحررة. المجلس الانتقالي طرف في هذا الاتفاق ووقع هذا الاتفاق في كل عناوين الذي سواء عنوان الاتفاق وتصريحات المعنيين أو الرعاة لهذا الاتفاق، وكذلك كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم والذي تحدث عن الاتفاق بين الحكومة الشرعية بين الشرعي وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، ووقع من قبل شخصيتين كل شخصية تمثل الطرف. القوات الجنوبية لا شك نحن توجد لدينا قوات أمنية مدربة أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والسيطرة على المناطق التي تتواجد بها سواء القوات الأمنية أو الحزام الأمني أو قوات النخبة الشبوانية والحضرمية. هذه القوات أثبتت جدارتها وكفاءتها وتدريبها على مستوى عالي وانضباطيتها أكثر من أي قوات سبقت، ولذلك ستقوم بدورها في مجال الأمن، وهي ستكون قوات جميعها تنتمي إلى وزارة الداخلية بطريقة بصفة شرعية، لكنها لن تذوب داخل أي قوات فعلا لأننا لن نسمح بإنهاء هذه القوات بعد أن يعني قوات داخل قوات. يا أستاذ عادل كيف يمكن ذلك؟ يعني دولة مصغرة داخل دولة؟ اسمح لي فقط أن يعلق الأستاذ ياسين على هذه الفقرة. يا أختي نعم يا أختي معلش اسمحي لي اسمحي لي. من يريد أن يدمج قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية مع قوات الأمن في تعز ولا في مأرب هذا واهم، لأن هناك قوات، نحن لا نريد أيضا أن ندمج قواتنا هناك ولا نريد أن نسيطر الأمن على الأمن في مأرب أو في تعز. هناك قوات تمر
تضبط الامن في مأرب وفي تعز وفي كل المناطق المحرره، وهذه دائما قوات احنا تقوم بدورها وهي تحت اشراف وزاره الداخليه، التي ايضا وزاره الداخليه تعمل تحت اشراف اللجنه الثلاثيه من المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعيه وكذلك التحالف العربي. اذا شكرا جزيلا لك استاذ عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اعود اليك استاذ صلاح. استاذ صلاح، يعني هناك من يتساءل ما هي ضمانات انجاح هذا الاتفاق، خاصه وهناك يعني يبدو لي من خلال حديث الاستاذ عادل وكذلك حديث الاستاذ منصور صالح انه يراد الالتفاف على بعض نقاط الاتفاق، هناك دمج للقوات، هناك دمج لوحدات الامن، ولكن ما زال الاستاذ عادل يقول بانه لن تذوب هذه القوات داخل وزاره الداخليه او الخارجيه، فما هي القيمه عمليا من هذا الاتفاق؟ الضمانات هي توازن القوة، توازن كفتي الجانب العسكري على الساحة، فهذه هي أكبر الضمانات، فضلا عن أن هناك ضامن يفترض أن يكون موجود وهي السعودية. أما مسألة تذويب القوات الجنوبية في إطار الجيش والداخلية هذه، فهذا لم يشرع لها الاتفاق على الإطلاق، هو أشار على استخدم كلمة تنظيم ولم يستخدم لا كلمة ضم ولا كلمة دمج. وبالتالي نفهم من هذا، بالضرورة نفهم من هذا أن القوات الجنوبية سواء كان في الأمن أو في الجيش بأنها ستظل محافظة على تشكيلاتها، بصرف النظر أن كان ذلك سيكون تحت إشراف وزارة الداخلية والدفاع. لكن يجب أن نتذكر بأن وزارة الدفاع والداخلية هما أصلا وفقا لهذا الاتفاق هما أصلا واقع سيكونون تحت إشراف السعودية بشكل مباشر. وبالاخير لو تلاحظي هناك في بند تكرر اكثر من مره، عباره تكررت اكثر من بند، بان تسند مهمه الاشراف على القوات العسكريه للتحالف تنظيم او جمع السلاح خصوصا في عدن السلاح الثقيل، ويكون تحت تصرف التحالف. عادت القوات التي هاجمت عدن قبل شهر الى وضعها السابق، ونشر قوات أمنية محلية في هذه المحافظات، وهذا يعني بالتأكيد وبالضرورة بأن أنياب ومخالب هذه الشرعية تم تقليمها بدون أدنى شك وبدون أي أدنى جدال. وبالتالي فالسلطة هذه فقدت كثير مما كانت حاضرة، فقدت حضورها الذي كان موجود من قبل، وعلى حساب السعودية وبالتأكيد على لمصلحة الجانب الجنوبي. أما مسألة عودة الحكومة، فعودتها أو لم تكن عودتها فهي تحصيل حاصل، لأن عمرها أصبح لا يتجاوز الشهر وفقا للاتفاق هذا، لأن هناك ستكون حكومة مستقبلية، ستكون حكومة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق، حكومة مناصرة ما بين الجنوب والشمال. نعم، إذا ما هو تعليقك أستاذ ياسين على ما طرحه الأستاذ عادل وكذلك ما طرحه الأستاذ صلاح في أكثر من نقطة؟ طبعا أنا ردي هو أنه القوات التي غير قابلة للذوبان طبعا هي تعاني من مشاكل كثيرة. أولا هي يدها ملطخة بكثير من الجرائم ضد حقوق الإنسان، فهي طبعا متهمة بإدارة عدد من المعتقلات وممارسة التعذيب وبممارسة أيضا أسوأ عملية تهجير شهدها اليمن في تاريخه، تهجير مناطقي. وهذه القوات لها سجل أسود في هذه الانتهاكات، لكنها في أثناء المواجهات العسكرية التي قررت مصير المواجهة الحاسمة بين السلطة الشرعية والانفصاليين تراجعت إلى حد كبير وفقدت مواقعها، وتمكنت السلطة الشرعية من الوصول إلى مشارف عدن لولا تدخل الطيران الإماراتي. كذلك الانقلاب الذي نفذ في 10 أغسطس نفذ بسلاح إماراتي، وهذه القوات ثبتت أنها في الجولات الحاسمة ليس لها أثر وليس لها ذلك الثقل الأمني ولا العسكري أيضا. الارتكاز على مسألة هذه القوات والاعتماد عليها في تمرير المشروع الانفصالي في الوقت الذي يتطلع فيه الناس إلى الوصول إلى حلول، أيضا كلمة ولي العهد السعودي كانت تشير إلى أن هذا الاتفاق سيقود إلى سلام في اليمن، بمعنى أن خيار الحرب تقريبا بالنسبة للسعودية انتهى. وبالتالي اليوم السعودية ومعها الإمارات والمجتمع الدولي يريدون أن يكرسوا هذا الإنجاز على أنه إنجاز حققه التحالف، وبالتالي ينبغي أن يبنى عليه وينبغي
أن لا يحاسب التحالف على الإخفاقات التي تسبب بها خلال المرحلة الماضية والمآسي التي يعاني منها اليمنيون، وبالتالي هذا الاتفاق ربما يسوغ أي عملية تسوية أخرى قد تؤدي إلى تلغيم الحياة السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن خلال المرحلة المقبلة. وهذا يعني أننا أمام طرف غير موثوق به، وأعني بهذا الطرف هو التحالف، وأعني أيضا لأن هذا التحالف الأدوات المرتبطة بهذا التحالف أيضا غير موثوق بها وغير جادة في الذهاب إلى سلام حقيقي في المناطق المحررة. وبالتالي الحديث عن يعني أن هذه الوحدات لن تذوب في مكونات الشرعية، أنا أريد أن أسأل أولا ما الفرق بين وحدات الحماية الرئاسية الجنوبية والوحدات التي تتبع المجلس الانتقالي؟ كيف يمكن لهذه الوحدات أن تحمل صفة الوحدات الجنوبية وتلك لا، مع أن الذي يحكم اليمن جنوبي وأبرز مفاصل القرار الآن بيد الجنوبيين، والقوات التي تمتلك أحدث الأسلحة الجنوبية، ومعظم القوات التي تعاني من عجز في المرتبات وشحة في الأسلحة هي القوات الشمالية. ومع ذلك أنا أعتقد أن اليمن سيتجاوز هذا الامتحان الصعب، وأن التكتيك الذي يمثله اتفاق الرياض سيظل في نظر الجميع هو تكتيك، ولن ينجح في تمرير مشروع التقسيم وتفكيك الدولة اليمنية. اليمنيون أثبتوا أنهم أقوياء بكل مكوناتهم الشمالية والجنوبية، والذين يدعوا أنهم يحملون القضية الجنوبية أثبتوا أنهم مع الهدم، وأنهم عبارة عن أدوات دائما تظهر في الأوقات التي يحددها تحديدا اللاعب الإقليمي. رأينا ذلك في أبيان عندما تحرك الحزام الأمني عشية التوقيع على اتفاق الرياض، رأينا ذلك في العناصر المجلس الانتقالي في محافظة سقطرة عندما تحركت ونفذت اعتصاما أمام مبنى السلطة المحلية هناك عشية التوقيع على الاتفاق الرياض أيضا، بهدف الضغط على جميع الأطراف أو بهدف إظهار أن المجلس الانتقالي يذهب إلى اتفاق الرياض وهو قوي وله تأثير ميداني. لكن ثبت أن الزخم الشعبي في المحافظة الجنوبية اليوم بات يوفر حاضنة مهمة لمشروع الدولة اليمنية الاتحادية. هذا النوع من التكتيك الذي يمارسه السعوديون والإماراتيون عبر اتفاق الرياض أعتقد أنه لن ينجح، والثابت الوحيد الذي سيبقى هو الدولة اليمنية، وخيارنا المستقبلي هو مواجهة مهددة هذه الدولة اليمنية، سواء تمثل ذلك بالإنفصاليين أو بالإماميين في صنعاء. نعم، اسمح لنا أستاذ ياسين وكذلك أنت أستاذ صلاح أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور والسرور. أهلا بك أستاذ مدرم. أنتم كمكون مختلف عن الانتقالي كيف تنظرون إلى هذا الاتفاق؟ أولا نشير لضيفك العزيز أن المجلس الانتقالي لم يكن يوما يمثل الحراك الجنوبي، ولكنه يحمل شماعة الحراك الجنوبي لتمرير أجندات خارجية. المجلس الانتقالي أجا وليدة أنبثق من السلطة من الحكومة الشرعية حينما تم إقالة مجموعة من قياداتها ووزرائها ومحافظينها، حتى أتى الإمارات أن تشكل منهم قوى ضغط على السلطة الشرعية باستخدام المكتسات باسم الحراك الجنوبي. ولكن الحراك الجنوبي متنصل ولا يمد له بأي صلة. لو كانوا يضمون في إطار الحراك الجنوبي لما وقفوا اليوم ووقعوا هذه الاتفاقية في إطار اليمن الاتحادي وتحت العلم الوحدة. هذا شيء. الشيء الآخر، مجلس الحراك الثوري وحلفائه من مجموعة من مكونات الحراك الجنوبي الآن عاكفون على إصدار بيان توضيحي يحددون موقفهم الرسمي إن شاء الله سيصدر خلال ساعات قادمة. وما جرى اليوم بالنسبة لي أنا أعتبره أنه ولد ميتا. بنود الاتفاق اللي أشار إليه اللقاء اليوم يعني لم يقف الحبر حتى الآن، ونجد أنه اشتداد المعارك الإعلامية وورد لكن البنود كما يرى أستاذ مدرم أن يقف المعارك الإعلامية، ولكن كل ما أتى في البنود لم ينفذ ولم يكن على أرض المواقع، وما هي إلا زرع الرمادة في العيون. نعم، ربما هذا ما ستثبته الأيام القادمة أستاذ مدرم، لكن الغريب أن يتم تجاهلكم كمكونات أخرى. اسمح لي، يعني يتم تجاهلكم كمكونات أخرى عن القضية الجنوبية،
والاعتماد على الانتقالي ك يعني ممثل للقضية الجنوبية، ممثل وحيد. يعني الاتفاق حصل بين الشرعية والانتقالي، وكأن هو وهو يرى نفسه كذلك أنه الممثل الوحيد للقضية الجنوبية. أين أنتم؟ الاتفاق حصل بين خلفاء السلطة، خلفاء يحاولون السيطرة على السلطة في المحافظات التي تسمى المحافظات المحررة. ذاك الخلاف دار بينهم، ودار بينهم اليوم اتفاق، وتلك المجموعات هي التي اختلفت في الأمس وتقاتلت، واليوم تتفق، وغدا ستختلف، وغدا ستتقاتل أيضا. هذا نحن نأكد لك عليه. أما أن الحراك الجنوبي ليس له أي صلة بهذا الموضوع، في هناك من يدخل الحراك الجنوبي زورا وبهتانا لتمرير قضيتهم، وهذا شيء طبيعي. وما ما ورد في نقطة الاتفاق لا تلبي تطلعات الجنوب ولا تلبي تطلعات الشمال ولا تلبي حتى تطلعات اليمن الاتحادي. ما ورد في الاتفاق هي بنود شكلية لا تمس للواقع بسلعة، بل إن تؤدي من قضية في أي في مراحلها القادمة، وأقل من مراحلها، خلال أيام أو خلال أقل من أسابيع. ما ورد في الاتفاق الآن خلفت أحد من لم يقف الحبر، تم انتهاك أحد بنوده وهو إيقاف التصعيد الإعلامي المتبادل ما بين المتفقين. الآن التصعيد الإعلامي بوسائل التواصل الاجتماعي على أشده. ما ورد بالاتفاق هو إعطاء صرف الرواتب للموظفين والعسكريين، هذا حق حقوق، هذا حق مكتسب، هذا حق دستوري، هل يحق لهم أن يطرحوا في أحد البنود؟ الاتفاق هو فاشل. والنتيجة يعني أنت غير متفائل بهذا الاتفاق أستاذ مدرم، بحكم المعطيات السابقة لتمرد عدن غير متفائل به؟ الاتفاق عزز القوى الخارجية على القوى الوطنية في الشمال وفي الجنوب. الطرفين هما الخاسرين، الطرفين الكاسبين هما الطرفين الراعيين. هناك وكلاء اثنين، وهناك أصلاء اثنين، وحضروا الأصلاء وحضروا الوكلاء، والقضية برمتها هي مكاسب للأصلاء. استبدلوا قوة بقوة، أحد القوات التي لم تكن على الأرض الآن سيطرت على الأرض، والقوة الأخرى التي خرجت من الأرض لم تكن على المستوى السياسي والمباحثات النهائية متواجدة من خلال أدواتها التي الآن دخلت في هذا الاتفاق وتتشارك في الحكومة، سيكون لها تواجد سياسي. يعني الكاتب الأول والآخر والكاتب الأكثر هما الراعيان، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، والوطنيين والثوار بما فيهم الشرعية بما فيهم الانتقالي، وهم اليمني الجنوبي واليمني الشمالي، واليمن برمته هو الخسران. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، كيف يمكن القفز على هذه النقطة؟ يعني أستاذ مدرم يرى بأن الانتقالي لم يكن يمثل الحراك الجنوبي برمته، وأن العديد من المكونات سيقومون بإصدار بيان توضيحي لموقفهم من هذا الاتفاق. كيف يمكن التغلب على هذه النقطة، خصوصا إذا ما يعني تم المحاولة لإنجاح هذا الاتفاق، فهناك مكونات غير قابلة به، كيف يمكن استيعابهم؟ نعم، في البداية دعيني أعرج على كلام الأخ ياسين عندما يكرر كلمة أدوات وكلمة أتباع وما إلى ذلك، فهو يتجاهل عن عمد بأن قيادة حزب الإصلاح هي تتسول المواقف وتتسول الأموال لأهل الرياض. فماذا تعمل هذه القيادات لأهل الرياض إذا افترضنا أن المجلس الانتقالي هو أداة للإمارات؟ فهل حلال للإصلاح أن يكون أداة للسعودية ولتركيا ولقطر؟ فإذا كان لكن إذا الإصلاح لا يحكم شيئا الآن أستاذ، حل الآخر، وإذا كنت تحرم على نفسك أولا الأستاذ ياسين غير ممثل للإصلاح، على كل فيما نعم هو غير ممثل للإصلاح، نعم. ولكن يتعلق السؤال يستدعي يعني الانتقالي. أنتم تقولون بأن الانتقالي هو من يحكم المناطق الجنوبية خاصة بعد الانقلاب، فبالتالي نعم حرام عليه أن يستلم من غيره. أما أن تحدثني عن مكون هنا أو هناك في الرياض، الحكومة كلها في الرياض في نهاية الأمر. طبعا من حق المجلس الانتقالي، من حق الشعب في الجنوب ان يدافع عن نفسه عندما يقوم حزب الاصلاح بحشد الاف المؤلفه من قواته ومن اسلحته الثقيله التي يتذرع بانه لا يمتلك السلاح ولا يمتلك دبابات ولا مدفعيه بتوجه صوب صنعاء.
فيما هذه القوات احتشد بأعداد كبيرة وقوات هائلة باتجاه عدن، هذا هي فضيعة أولا قبل أن تكون اعتداء. أما فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي، بأن أنا لم أسمع على الإطلاق بأن المجلس الانتقالي أو أحد من قيادته بأنه يزعم بأنه هو الممثل الوحيد، وتحدث معنا قبل قليل الأستاذ عادل يمثل كل الجنوبيين. لم يقل المجلس، اسمحي لي قال بأن المجلس الانتقالي بأنه يمثل كل الجنوبيين على الإطلاق، لا يوجد أي حزب ولا يوجد أي كيان ولا يوجد أي تنظيم على مستوى العالم وعبر التاريخ يزعم حتى في الدول الديمقراطية لا يوجد هناك حزب. إذا مراجعة هذه المقابلة والاستماع لحديث الأستاذ عادل الذي ربما أكد ذلك بصورة غير مباشرة. اسمح لي أن أترك المجال للأستاذ ياسين للرد عليك. لم يقل عادل بأن المجلس الانتقالي يمثل كل الجنوبيين، لا يوجد عاقل بأن حتى وإن قال، مع أنه لم يقل حتى وإن قال هذا الكلام، لكن لا يوجد أي حزب أو أي كيان أو أي تنظيم بأنه يزعم بأنه يمثل كل الشعب، هذا مستحيل على الإطلاق. ما هو موجود بالانتقالي، هو لا أحد ينكر بأنه أكثر التنظيمات وأكثر القوى السياسية أكثرها تنظيما وأكثرها حظورا، ربما أنه المكون الوحيد حضورا جماهيريا، حضورا عسكريا، حضورا أمنيا، وقياسا بالقوى الأخرى. اسمحي لي، قياسا بالقوى الأخرى هو المكون الوحيد الذي يمتلك سلاح حضورا جماهيريا. نعم، لكن هو المكون الوحيد الذي يمتلك سلاح وربما يمارس القوة، الحكم بالقوة، هذا هو الفرق. لا يمارس القوة الحكم بالقوة على الجنوبيين، هو يمارسها للدفاع عن نفسه، وقد شاهدنا كيف تحركت الدفاع عن نفسه يعني ضدنا في أبيان وفي شبوة وفي عدن، فتصدى لها هذا. أما مسألة لم يعد لدي المزيد من الوقت، أما مسألة إن هذه القوات، اسمحي لي لا تقاطعيني لو سمحتي، أما مسألة إن هذه القوات توجه ضد الشعب، فماذا فهل ما يعمله الإصلاح داخل التربة وداخل تعز بقمع وقتل الناس في تلك المناطق، هل هو هذا عين الصواب؟ أي مكون خارج الدولة، أي مكون من كان يكون أستاذ صلاح يمتلك سلاح ويمارس الحكم بالقوة فهو عبارة عن ميليشيا مسلحة، سواء إصلاح انتقالي. لا تظن أننا ندافع هنا أو نحن في معرض الدفاع عن حزب ما. الشرعية والأسعودي عندما اختاروا المجلس الانتقالي لم يختاروا عبط ولم يختاروا حبا فيه، بل على العكس هناك قوة وهناك شخصيات أكثر قربا وأكثر تملقا للسعودية وللشرعية، لكن لماذا تم اختيار المجلس؟ اسمح لي استاذ صلاح، لم يعد لدي المزيد من الوقت، اترك المجال فقط للرد للاستاذ ياسين. تفضل استاذ ياسين. طبعا على المستوى الشخصي لست من الاصلاح، لست عضوا في حزب الاصلاح ولا امثله هنا، لكن هناك حقائق ينبغي ان نوضحها، هو ان الاخوه في المجلس الانتقالي او من يهمهم امر المجلس الانتقالي والامارات كذلك يريدون ان يمرروا كذبه كبيره، وهي ان الذين تقدموا باتجاه عدن هم اصلاح او مجامع ارهابيه كما قال بيان وزاره الخارجيه الاماراتيه. لو يراجع الاخ صلاح قائمه القتلى والشهداء الذين سقطوا في ضرب طائر الاماراتي سيجد عائلات من محافظه ابيان، عائلات يعني 18 من آل البجيري فقط الذين استشهدوا في الضربات الجوية الإماراتية. الذين تحركوا باتجاه عدن هم من الجيش الوطني بكل مكوناته الجهوية، ومعظمهم طبعا من المحافظة الجنوبية. هذه حقيقة مرة طبعا لا يريدوا أن يستوعبوها بأي شكل من الأشكال. طبعا عندما تراجعت قوات النخبة الشبوانية لم يكن عن ضعف وإنما عن قناعة. هؤلاء وجدوا أنهم يعني بيادق بيد الإمارات، وأن الإمارات تدفع بهم لخوض حرب أهلية مع أخوانهم وأهلهم في محافظة شبوة، فقرروا الانسحاب من المواجهة وآثروا السلام، ولهذا انتهت المواجهة في نهاية المطاف لحساب السلطة الشرعية. اختاروا الوقوف في الطرف الصحيح وكانوا محقين في ذلك. على هؤلاء أن يدركوا أن المسألة لم تكن مواجهة حزبية ولم تكن مواجهة بين مسالمين ومتطرفين، كانت مواجهة ما بين الدولة والمتمردين، وهذه هي الحقيقة التي ستكتب في التاريخ، أن هناك مجاميع
متمردة كانت مدعومة من دولة لها أجندة مشبوهة، وهذه الأجندة سقطت تقريبا الآن. ولهذا الإمارات لماذا انسحبت من عدن ولم تعد هي القوة التي تهيمن على عدن وعلى بقية المحافظات الجنوبية؟ لأنها وصلت إلى طريق مسدود، يعني قطعت تماما مع السلطة الشرعية، لم تجد أي صيغة يمكن أن تضمن لها وجودا يضعها كدولة داعمة للسلطة الشرعية في الوقت الذي وجهت أحدث أسلحتها ضد هذه السلطة الشرعية. لهذا ما يجب أن نستوعبه هو أن المعارك التي دارت في أغسطس الماضي كانت معارك من أجل استعادة نفوذ الدولة الشرعية، وقد أشارت تلك المعارك إلى الهدف الوطني الذي تحقق، وهو إنهاء التمرد الذي أفضى في نهاية المطاف إلى أن يسلم المجلس الانتقالي بهذه الراية. نعم. ويقبل بالاندماج في إطار السلطة الشرعية. طبعا لا يزال اندماجا تكتيكيا، وكما قلت المسألة هي مرتبطة بنوايا اللاعب الإقليمي. نعم. وربما ياسين الأيام المقبلة هي من ستكشف مدى نجاح هذا الاتفاق من له. طبعا أسوأ ما في هذا الاتفاق طبعا أنه يصادر الصلاحيات السيادية للدولة. نعم. هذا منح كارثي في الاتفاق، ولهذا من هذه الزاوية فقط يمكن الحكم على أنه اتفاق تكتيكي وكارثي بالنسبة للمستقبل. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لك أستاذ صلاح السقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.